بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. النهاردة هيبقى معادنا مع الجزء رقم 11 في سلسلة دراستنا في العهد القديم. المرة السابقة كنا وصلنا إلى القصة رقم 70 اللي هي الحيلة اللي عملها بني جبعون. حاليا احنا خلصنا الخمس أصفار بتوع موسى النبي، وفي السفر السادس اللي هو سفر يشوع ابن نون. لو شفنا مع بعضنا المقدمة كده بتاعت سفر يشوع ابن نون، هنلاقي ان سفر يشوع هو بيورينا السيد المسيح له المجد اللي جه استلم من موسى النبي الناموس، استلم الشعب. موسى النبي انتهى دوره في شرق الأردن، ما قدرش يعد الشعب، لكن يشوع ابن نون رمز لربنا يسوع، في الاسم يشوع هو يسوع، رمز ايضا في تلمذته للناموس لموسى النبي، رمز في خلاصه للشعب ولعبور الاردن. فربنا يسوع جه ليكمل ما ابتدأه يشوع ابن نون وما اعلنه في العهد القديم. سفر يشوع فيه ثلاث مراحل اساسيه. نمره واحد، ازاي يشوع في الاصحاحات الاولى اللي هي من الإصحاحات ما قبل، من واحد لغاية ما قبل دخول أريحة 7، إزاي إنه هو بيعد الشعب إلى عبور الأردن. الجزء الثاني الحروب اللي حصلت بعد عبور الأردن على طول، لما حصل كذا نوع من أنواع الحروب. الجزء الثالث تقسيم الأرض وإراحة الشعب وإراحة ال الأرض، وإزاي إدى لكل واحد القسم بتاعه اللي يخصه فيه الملك. عشان كده هو لو شفنا مع بعضينا هنلاقي الثلاث أقسام الرئيسية هي إعدادهم لعبور الأردن، الجزء الثاني اللي هو الحروب والنصرة بداية من إصحاح ما بعد إصحاح 6 على طول بقى لغاية إصحاح 12، وبعدين تقسيم الأرض واخد من 13 لغاية 20. عرفنا المرة اللي فاتت ازاي ان هم عبروا الاردن، وعبور الاردن كان رمز لمعمودية الرب يسوع المسيح، وزي ان ربنا يسوع يشوع الحقيقي ابتدى خدمته بعبور الاردن، ومش بقى شق الاردن، ده بنزول الاردن شق السماء وفتحها واعطانا نصيب عند الله الاب. وعرفنا ازاي يشوع ابن نون طلب من الشعب لما شالوا التابوت الكهنة وعدوا النهر ووقفوا، النهر اتفتح وقدروا يعدوا، ده كان رمز بالظبط اللي حصل في معمودية السيد المسيح لما تابوت العهد اللي هو ربنا يسوع المسيح له المجد كان محمول على ايد الكاهن يوحنا المعمدان، وازاي ان ربنا اعطاه ان هو مش يوحنا المعمدان انه يحط ايده على رأس السيد المسيح، والسيد المسيح اللي هو المجد مش فتح الاردن، ده فتح السماء ونزل الروح القدس عليه لطبيعتنا. اول ما عدى الاردن بالظبط ده اللي حصل، يشوع اول ما عدى الاردن ابتدت الحروب، والحروب كانت بانواع متعدده، حروب ظاهره شديده زي حرب اريحه، وعرفنا ان النصره فيها كانت من خلال حاجتين، سماع كلمه الله والعمل البسيط اللي هو الدوران، الجزء البشري والجزء الالهي فوق الكل اللي هو تابوت العهد، هما الاثنين مع بعض ده اللي بيجيب النصره. دي الحرب المعلنة، في حرب ظاهرة صغيرة زي حرب عاي اللي حصل فيها الكسرة، دي خدناها المرة اللي فاتت. في حرب تالتة بقى زي حرب جبعون اللي هي حرب الخداع والتخفي. عرفنا ان شعب اسرائيل لما عدى، لو استأذنك نجيب معلش الخريطة، في الخريطة شعب بني اسرائيل عدى من الوسط، هم عدوا من الوسط زي ما قلنا كده هو المية اللي تحت دي اللي هي البحر الميت، والمية اللي في النص اللي فوق دي البحر الجليل أو بحيرة جنيسارت، وما بينهم نهر الأردن. السهم الأحمر اللي احنا شايفينه ده مطرح هم ما عدوا، عدوا يدوبك كده من فوق البحر الميت، وصلوا إلى منطقة الجلجال اللي فيها استعدوا من خلال بقى عملوا الفصح وعملوا لأول مرة كانوا يأكلوا بقى من أكل الأرض، ووقف المن، وبعدين دخلوا إلى حرب أريح، فدخلوا في الجزء الوسطاني ده اللي حصل فيه الحرب الأولى اللي هي حرب أريحة وعاي، وابتدوا بعد كده الجزء الجنوبي، وبعدين نمرة 3 الجزء الشمالي.
إذا أول جزء في سفر يشوع هو الحرب، عبور الأردن دي المعمودية. الجزء الثاني بقى هو الحروب، الحروب، وده اللي حصل بالظبط مع ربنا يسوع. يشوع الجديد أول ما عدى من الأردن أدى 40 يوم يحارب من إبليس وانتصر عليه، ده نفس اللي حصل مع يشوع. حورب من كل سكان المدن بكل الملوك بكل نوعياتهم بكل أنواع الحروب وانتصر عليهم لحساب شعبه وورث شعبه أرض الموعد. عشان كده هو الأجزاء اللي بعد كده هنشوف الحروب المختلفة. شفنا المرة السابقة حرب أريحة وحرب عاي. المرة اللي فاتت كنا برضو ابتدينا في حرب بني جبعون أو خداعهم. بني جبعون دول جزء من السكان اللي في أرض الموعد، ولما عرفوا أن يشوع بن نون الله أعطاه أنه هو يرث هذه المنطقة لحساب شعب إسرائيل عملوا خدعة شفناها المرة السابقة لما لبسوا لبس قديم وخدوا معاهم أمتعة فيها خبز يابس وقالوا له نحن جايين من مناطق منطقة بعيدة وجايين عايزين نقيم عهد معاك. وشفنا ازاي ان رؤساء اسرائيل لم يستشيروا الرب وخدعوا واعطوهم العهد بانهم يكون بينهم وبين بعض في نوع من انواع التعاون والدفاع المشترك. دي كانت يعني مقدمة بسيطة فيها تلخيص للي اخدناه المرات السابقة عشان لما نكمل النهاردة سفر يشوع يكون سهل على الجميع الاستيعاب. القصة رقم 71 اسمها قصة محاصرة جبعون اللي هي بقى يشوع نمر 10، وده مستوى ثالث من الحروب الروحية اللي بيكشفه سفر يشوع. في مستوى زي مستوى أريحة مكشوف خالص النصرة فيه لربنا، التابوت يبقى موجود واحنا علينا بس ان احنا نحمل التابوت وندور بيه. في مستوى تاني زي مستوى عاي، في مستوى ثالث زي مستوى الخداع اللي هو بتاع جبعون. اللي حصل بقى بعد كده ان في 5 ملوك ملك أورشليم عمل تحالف من ملوك الجنوب وجمعوا 5 ملوك بجيوشهم بأسلحتهم بكل ما ليهم وراحوا جمعوا علشان يحاربوا يشوع ابن نون. عشان كده في يشوع 10 بنشوف بقى مستوى من الحرب شديد، الحروب الجنوبية. يقول كده هو في يشوع 10: لما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أن يشوع أخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحة وعاي وملكها، سكان جبعون صلحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم خاف جدا، لأن جبعون مدينة عظيمة كأحد المدن الملكية وهي أعظم من عاي وكل رجالها جبابرة. فأرسل وجمع 4 ملوك حواليه، بقوا 5 ملوك دول، وطلعوا مع بعضهم يحاربوا يشوع. تخيلوا شعب بني إسرائيل ملوش جيش منظم، ما لهمش أسلحة منظمة، وبيفاجئوا ب5 ملوك بأسلحتهم بجيوشهم جايين يحاربهم. في يشوع 10:8 قال الرب ليشوع: لا تخفهم، إني بيدك قد أسلمتهم، لا يقف رجل منهم بوجهك. فأتى إليهم يشوع بغتة، صعد الليل كله من الجلجال، فأزعجهم الرب أمام إسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون وطردهم في طريق عقبة بيت حورون وضربهم إلى عذيقة وإلى مقيدة. وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل وهم في منحدر بيت حورون رماهم الرب حجارة عظيمة من السماء إلى عذيقة فماتوا، والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. ربنا مجد اسمه مع شعب إسرائيل، والخمس ملوك بجنودهم خافوا وسقط عليهم من السماء زي كرات برد أو جليد وأزعجوا وانكسر الجيوش وماتوا. الخمس ملوك هربوا، ولما هربوا اختبأوا في مغارة. عرف يشوع فوضع حجارة على باب المغارة وقال للشعب كملوا الحرب بتاعتكم، وطلب من ربنا طلب كان فيه إظهار قوة ربنا لما قال يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون، وطلب من ربنا ان الشمس تبقى في مكانها فترة اطول حتى ان الشعب يستطيع ان هو ينتصر على الجيوش الهاربة في هذه الفترة. وبحسب تعبير الكتاب المقدس يقول كده هو: ولم أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. لما رجع يشوع بعد النصرة عمل حاجة عجيبة جدا.
طبعا في تفاسير للآباء قالوا الخمس ملوك دول هم الخمس حواس اللي في جسم الإنسان، وزين الإنسان ممكن جسده هو اللي يثور عليه، والله أعطانا السلطان بتدشين الجسد بالروح القدس في المعمودية وفي الميرون على إخضاع الجسد، وأعطانا السلطان زي ما بيقول كده دفع إلي كل سلطان من أبي أعطتكم السلطان تدوس الحياة والعقارب كل قوة العدو. عشان كده هو يشوع بن نون عمل حاجة عجيبة بعد ما رجعوا، يقول كده هو في الإصحاح رقم 10، قال لهم طلعوا لي الملوك الخمسة من المغارة، فطلعوهم. وكان لما أخرجوا في آية رقم 24، لما أخرجوا أولئك الملوك إلى يشوع، أن يشوع دعا رجال إسرائيل وقال لقوات رجال الحرب: تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق الملوك. فتقدموا ووضعوا أرجلهم على أعناقهم، جاب الملوك وحطهم على الارض، وجاب القوات بتوعه قال لهم حطوا رجليهم، انا اعطيتكم السلطان. ده بالظبط كان رمز للمسيح. المسيح لو المجد قوي وانتصر، وانتصر من اجلنا، انتصر عشان يعطينا. النهارده الخطيه ما بقاش ليها سلطان عليا، عدو الخير ملوش ليه سلطان عليا. يقول كده في سفر رؤيا: طرح ابليس الحياه القديمه، طرحه ضربته بالسلاسل وطرحه في البحيره المتقده. علشان كده هو يشوع في هذا المكان وفي هذا المثال كان رمز لربنا يسوع المسيح له المجد، اللي قال لنا كده هو أعطتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. فتخيل القائد لما بيخلي القواد المعاه الصغيرين يحطوا رجليهم على الملوك الخمسة، رمز لرئيس هذا العالم اللي صار تحت أقدام ربنا يسوع المسيح. زي ما قال كده هو نسل المرأة يسحق رأس الحية، بالضبط هي تحققت في هذا المثال. قال لهم يشوع: لا تخافوا، لا ترتعبوا، تشددوا، تشجعوا، هكذا يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونهم. ودي كانت نهاية الحروب الجنوبية. بعد كده بقى الإصحاح رقم 11 دخلنا إلى مستوى من الحرب بقى أعظم وأصعب، اللي هو الملوك الشمالية. في الملوك الشمالية في إصحاح رقم 11، لما سمع يابين ملك حصور أرسل إلى يباب بقى ملك مدون وملك شمرون وملك أكشاف والملوك الذين في الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي السهل والمرتفعات والكنعانيين الشرق والغرب والأموريين والحثيين والفرزيين واليابوسيين، كل دول، حتى يقول كده في الآية رقم 4: فخرجوا وكل جيوشهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة بخيل ومركبات كثيرة جدا. فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بمعاد وجاء ونزلوا معا على مياه ميروم ليحاربوا إسرائيل. فقال الرب ليشوع: لا تخفهم، غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلا أمام إسرائيل. مستوى تاني بيعلنه ربنا بعد النصرة في المعمودية، في 40 يوم حنجرب في البرية إلى أن ندخل إلى أرض الموعد. في 40 يوم دول يشوع هو اللي بيحارب، إحنا ما نقدرش على الحرب، إحنا دورنا بس نتمسك بيشوع، نتمسك بالتابوت، نسمع كلام إلهنا. لكن الحرب للرب مع عماليق حرب بكل مستوياتها عمالة تتصاعد، والحروب تتنوع وتختلف درجاتها وشدتها، من مستوى أريحة لمستوى عائل لمستوى جبعون لمستوى الملوك الجنوبيين. دلوقتي احنا أمام بقى حرب صعبة جدا جدا، ودي ترمز للحرب اللي هتحصل في نهاية الأيام قبل يشوع الحقيقي ما يجي بقى على السحاب علشان ياخدنا لميراث أرض الموعد الحقيقية في السماء. يقول لك تجمعوا كل الملوك بتوع الشمال حتى جمعوا شعب غفيرا لا يحصى. يعني دخلنا بقى لمستوى، وده اللي قاله ربنا بالظبط، قال كده هن في الأيام الأخيرة: لو لم تقصر هذه الأيام لم يخلص جسد. وقال كده هو إن هو في العالم سيكون لكم ضيق، ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال في الأيام الأخيرة سيفك أو يحل إبليس ليضل له أمكن المختارين. فالحرب بتاعت ملوك الشمال، وخلي بالك ان كلمة الشمال دايما والجنوب ليها رمز في الكتاب المقدس. فملك الشمال، ملوك الشمال هو يرمزه الى نبوخذ نصر ويرمزه الى ملوك بابل، دول رموز للممالك اللي هو جوج وماجوج، الحرب الاخيرة اللي هتكون قبل المجيء التاني. فجاء يشوع وجميع الرجال الحرب معهم، فدفعهم الرب بيد اسرائيل فضربوهم وطردوهم. ويقول كده هو ففعل يشوع بهم كما قال له الرب. وكده تنتهي
الحروب في سفر يشوع، والنصرة الكاملة كانت ليشوع، الأسد الخارج غالبا ولكي يغلب. يقول كده هو في نهاية إصحاح 11 الآية رقم 23، فأخذ يشوع كل الأرض، دفع إلي كل سلطان من أبي، بالضبط حسب كل ما اتكلم به الرب موسى، وأعطاه يشوع ملكا لإسرائيل. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له حسب فرقهم وأسباطهم، واستراحت الأرض من الحرب. وده رمز اليوم السبت الحقيقي، لما الحروب هتنتهي لا يعود بقى لإبليس مكان، يطرح في البحيرة المتقدة في النار، وندخل إلى الراحة الحقيقية في أرض الموعد الحقيقية في أورشليم السماوية. سفر يشوع 12 بقى بيعمل سجل بالملوك اللي حاربوا يشوع وازاي انتصر عليهم. علشان كده هو الحقيقة نشوف قد ايه اجتمع ملوك الارض ورؤسائهم على الرب وعلى مسيح، وقال نقطع اغلالهم نطرع عنا ربطهم الرب يضحك بهم، المزمور المشهور بتاع صلوات باكر. كل ده بيتكلم على الملوك اللي اجتمعوا على الرب وعلى مسيحه، على الاب والابن، على المسيح وعلى اولاده علشان يحاربوهم. لكن سفر يشوع بيعلن النصرة دائما ليشوع، ويعطي هذه النصرة لشعبه ويعطيهم الراحة ويعطيهم الارض. من إصحاح 13 بقى يبتدي يشوع يقسم الأرض على شعب إسرائيل لغاية 20، من 13 ل 20. في الجزء ده يشوع مش بس جه وأعطانا الحرية من الأردن، مش بس فتح لنا الأردن وعبرنا نهر الأردن وادانا البنوة والمعمودية لله الآب، مش بس بيجاهد معانا وبيحارب معانا وأعطانا النصرة والغلبة ويقودنا في موكب نصرته، لكنه جاء ليجعلنا ملوك وكهنة لله أبي، يمسحنا ملوك ويعطينا ملك كما يشوع أعطى ملك لإسرائيل. كل واحد لي ملك في المسيح، كل واحد لي ورث في الثالوث القدوس. عشان كده هون نلاقي بقى بداية من إصحاح 13 اللي هي القصة رقم 72، يشوع يقسم أرض الموعد. لو نشوف مع بعضنا الخريطة هنلاقي أن أرض الموعد كان فيها جزئين زي ما حضراتكم شايفين كده. الجزء اللي هو في شرق الأردن اللي هو أخدوا سبطين ونص، رأوبين وجاد ونص منس، في غرب الأردن بقيت الأسباط، في الشرق مش ربنا اللي ادهولهم، هم اللي قالوا لموسى النبي احنا أرضنا الأرض دي اللي هي كانت بتاعت عوج ملك بشان وسيحون ملك الأموريين، قالوا له الأرض دي حلوة وغنية للمراعي واحنا عندنا غنم كتير فاحنا عاوزين الارض دي. قال لهم انا اديها لكم بس تعدوا مع اخواتكم لغايه ما يورثوا بعدين تاخدوها، وده حصل فعلا. فالارض الشرقيه دي هم اللي اختاروها، دي تفكرنا بقصه لوط وابراهيم. اما بقيه الاسباط فهم اخذوا الارض اللي في غرب الاردن. الارض الشرقيه يشوع اداها للثلاث اسباط او السبطين ونص دول، رأوبين وجاد ومنسة في شرق الاردن. اما في الغرب فاول ما ابتدى بسبط يهوذا، وابتدى يعطيه ال 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 الورث بتاعه عن طريق القرعة، كان بيجيب الشعب التسع أصباط والنص الباقيين وابتدى يديهم الورث بتاعهم عن طريق القرعة. كل واحد ليه ورث وكل واحد نصيبه ياخده من ايد ربنا مش باختياره الشخصي. وابتدى بسبط يهوذا لان ده السبط اللي هيجي منه ربنا يسوع المسيح له المجد. عشان كده هو ابتدى بسبط يهوذا، وبعدين السبط اللي بعد طبعا في يهوذا ادى كالب اللي خدنا قصته اللي هو كان مع يشوع، الجاسوسين الامينين واللي هم قالوا الحقيقه لما جم يتجسسوا ارض الموعد. كالب قعد صابر 45 سنه ما ورثش لغايه ما بقى سنه تقريبا 85، وبعدين اخذ بقى مع سبط يهوذا اللي هو تحت كده، وكالب اخذ مدينه حبرون او الجبل المقدس. بعديه على طول كان سبطين بقى وأولاد يوسف اللي هم أفرايم ومنس. نخلي بالنا من حاجة، إن أولاد إسرائيل الاتناشر لاوي طلع منهم ما بيتحسبش، ما يورثش في الأرض. لاوي ده سبط الكهنوت والخدمة، ملوش علاقة بالأرض، ده علاقته بالسماء، فبقوا 11. فسبط يوسف اتقسم اتنين اللي هم منس وأفرايم، فرجعوا تاني 12. فلاوي مش هيورث، وحنعرف إنه هياخد مدن وسطهم دلوقتي. السبطين ونص خدوا في شرق الأردن، وبقية الأسباط خدت في غرب الأردن. ابتدوا بسبط يهوذا رمز الملك، رمز ربنا يسوع المسيح له المجد، بعديه أولاد يوسف إفرايم ومنس. ده اللي حصل في الإصحاح رقم
رقم 13 ورقم 14 ورقم 15 اللي هو لما ابتدى يوزع عليهم إلى أن وصلنا إلى عدد رقم 17. في عدد رقم 18 السبع أسباط بقوا النص الباقيين يقول كده هو: اجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه ونصب هناك خيمة الاجتماع. لأول مرة خيمة الاجتماع بقى بعد ما عبروا بتتنصب في شيلوه اللي هي تبع سبط إفرايم، وقعدت سنوات عديدة إلى أن اتبنى الهيكل واتنقل المذبح أو التابوت من شيلوه إلى الهيكل. وكان الشعب بيتجمع ثلاث مرات في السنة في شيلوه، في عيد الفصح، عيد المظال، وعيد الحصاد أو عيد الخمسين. في الإصحاح رقم 18 في آية جميلة قوي يقول كده هو، العدد الأول: اجتمع كل جماعة بني إسرائيل في شيلوه ونصبوا خيمة الاجتماع وأخضعت الأرض قدامهم. يعني لما الخيمة تبقى في وسطنا ومكرمين ربنا ومكان وهيكله ومديين كرامة ليه والبيته، أخضعت الأرض قدامهم. بقى من بني إسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم سبع أسباط. فقال يشوع لبني إسرائيل: حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إلى أباكم؟ يعني أنت اتمسحت بالميرون، أنا اتعمدت، أنا عايش في مملكة، ورثي أهو قصادي القداس، الجسد والدم، الذبيحة، الإبصلمودية، المنجلية، الإنجيل، كل الحاجات الجميلة دي، الخدمة مفتوحة، حقول الخدمة. يقول كده ربنا يسوع: ارفعوا عيونكم إلى الحقول بيضت للحصاد. الخدمة هي قصادنا مفتوحة. لماذا أنتم متراخون؟ أمامكم أرض واسعة للامتلاك. يلا بقى خد واملك، وخلي اسم الله يمتد وملكوته يمتد. دي دعوة يشوع لينا ودعوة ربنا يسوع: اذهبوا إلى الخليقة كلها، نادوا بالإنجيل للخليقة، علموهم ما أوصيتكم، تلمذوا الأمم أنا معكم. دي شهوة قلب ربنا يسوع المسيح، وده اللي قاله يشوع في القديم وقاله يسوع في الحديث. ففعلا السبع أسباط والنص قسم عليهم بقية أرض الموعد، وأخذوا أرض الموعد وسكنوا، وكل واحد بقى أخذ بيوت وأراضي وأماكن لرعاية المواشي، واستقروا بقى اللي في شرق الأردن، اللي في غرب الأردن، واستراحت الأرض. اتبقى آخر واحد أخذ في أرض الموعد كان هو يشوع نفسه، هو آخر واحد بعد ما سلم الكل وورث الكل، هو ورث معهم وكان فرحهم ان هو يبقى وسطهم، بالضبط زي ما ربنا يسوع كده قال: شهوة ان اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح، بعد ما خدم التلاميذ وبعد ما غسل رجليهم. نيجي بقى للجزء رقم او القصة رقم 73 اللي هي الاصحاح رقم 20. في حاجة اسمها مدن الملجأ. ابتدى شعب اسرائيل سكنوا بقى ال 12 سبط ما عدا السبط لاوي. سبط لاوي ما لهمش علاقة بالارض، لكن ليهم غنم، ليهم بيخدموا وقت، وبقية الأوقات بيبقوا عاوزين سكن ليهم والأولادهم، فيعملوا إيه؟ فقال لهم: بصوا الشعب كل واحد هندي 48 مدينة لشعب إسرائيل، 48 مدينة لسبط لاوي وسطهم، تقريبا يعني متوزعين على أسباط إسرائيل ال 12. ودي كانت حاجة جميلة إن ربنا عاوز يبارك الشعب كله. وزي ما قلنا لحضراتكم المرة اللي فاتت ان الوضع السليم للخدمة في العهد القديم 1:10، يعني سبط بيخدم العشر اسباط الباقيين، وكان بالضبط عشرهم. طب ده في العهد القديم، يعني النهاردة الكنيسة اللي فيها 1000 عضو المفروض يكون فيه 100 منهم مكرسين. لا، ده العهد القديم. العهد الجديد النسبة كله يخدم، ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه، عشان كده النسبة لازم تزيد. فابتدى بقى ربنا يطلب ان يتعمل نوعين من المدن للاويين. المدن العامة اسمها مدن اللاويين زي ما حضراتكم شايفين على الخريطة الجميلة دي. كان في تقريبا 48 مدينة متوزعين على كل ارض الموعد، لكن ربنا خصص من هذه المدن 6 مدن وسمها اسم جميل قوي، سمها مدن الملجأ. 3 في شرق الاردن زي ما شايفينهم، و3 في غرب الاردن. ايه موضوع مدن الملجأ؟ كان في العهد القديم في نوعين من الخطأ، في خطأ مباشر او خطأ متعمد، ده اللي بيخطأ هذا الخطأ لازم ياخد عقابه.
لكن في خطأ غير مقصود. كمثال مثلا في موضوع القتل، في واحد ممكن يقتل زي ما بنقول دلوقتي كده بسبق الإصرار والترصد، ده ما فيش حد يدافع عنه، ده أهل القتيل بياخدوه والقضاء يحكموا عليه ويتنفس فيه العقوب. لكن ممكن يحصل قتل بشكل الخطأ، كمثال واحد مثلا بيقطع بالفاس شجرة فتطير الرأس الحديد وتصيب واحد تموت، أو واحد بيصطاد فالسهم يطيش بدل ما يصيب الصيد يصيب واحد ويموته، فهو قتل بس خطأ. في الوضع العادي ممكن أهل القتيل يقتلوه، فربنا قال لا، احنا عايزين نعمل له ملجأ، عايزين نعمل له مهرب مخرج، فقال يهرب الى مدن اللاويين، يروح لمدن الملجأ دي، وحنحط ثلاث مدن في الشرق وثلاث مدن في الغرب عشان يبقى كل مجموعة من الأسباط لهم مدينة قريبة تكون سهلة الوصول إليها، معالمها واضحة، الطريق ليها معروف ما يتوهش ومشهورة، عشان تبقى بسهولة اللي عاوز ينجى يلاقي ليه ملجأ. وده كان لازم المدينة دي تكون من مدن اللاويين، وده رمز للمسيح، هو ملجأنا، هو حمايتنا، نهرب إليه مش نهرب منه، وهو اللاوي الجديد. يمكن كنت قلت لكم مرة قبل كده هو إن هارون، هارون الكاهن لما نشوف في سفر الخروج إصحاح 6 و7 نجد أن حصل في نسله في حصل ارتباط ما بين سبط لاوي وسبط يهوذا، علشان كده هون نلاقي ربنا يسوع المسيح كان يحمل سبط يهوذا وسبط لاوي، هو لاوي الجديد، هو الكاهن الجديد، فهو الملجأ، هو ملجأنا زي ما بنقول كده في أشية المرضى، معين من ليس له معين، رجاء من ليس له رجاء، معزز القلوب. فهو مدن الملجأ دي رمز للمسيح وللكنيسة. اللي يقتل قتل خطأ وهو بريء وهو ما يقصدش، يهرب بسرعة إلى هذه المدينة، يسيب بيته، يسيب أهله، يسيب عشيرته، وما ينفعش يعيش غير في مدينة الملجأ. القضاء بتوع مدينة الملجأ يبحثوا قضيته، لما يتأكدوا أنه هو فعلا قتل بالخطأ يقبلوه ويحموه ويخش يعيش في هذه المدينة ما يخرجش. لو خرج من المدينة وشافوا أهل القتيل وقتلوه دمه على رأسه، لكن طول ما هو في حماية مدينة الملجأ والكهنة اللي فيها محدش يقدر يقرب إليه. طب امال يرجع إمتى؟ يعتق إمتى؟ يرجع لزوجته وأولاده وأهله وأصحابه إمتى؟ يرجع لبيته وعشيرته وأرضه إمتى؟ في حالة واحدة فقط، لما يموت الرئيس الكهنة العظيم. يوم ما يموت رئيس الكهنة العظيم يعتق كل المذنبين اللي هم محطوطين في مدن الملجأ ويرجعوا بسلام إلى بلادهم وياخدوا الحرية ومحدش يقدر يلمسهم تاني. وده كان رمز ربنا يسوع المسيح اللي بموت ورئيس الكهنة العظيم يوم ما مات على الصليب وقدم نفسه قربان لأبيه، عشان كده المسيح اختار يموت رفع إيده كرئيس كهنة، هو ذبيحة وهو الكهنة العظيم. يوم موته انشق حجاب الهيكل علامة ان رئيس الكهنة داخل، ورئيس الكهنة اللي كان في هذا الوقت شق ثيابه علامة ان كهنوته زال خلاص، رئيس الكهنة العظيم مات واتفتح الفردوس، عشان كده نقول في لحن القيامة سبى سبيا واعطى الناس كرامات، طلعنا من السبي، طلعنا من الجحيم، نزل الى الجحيم من قبل الصليب وردنا رد ابانا ادم وبنيه الى الفردوس. الكنيسة وجمالها لما بتربط بقى الاحداث مع بعضيها. مدن الملجأ دي كانت القصة رقم 73 وموجودة بالاستفاضة في يشوع 20 وعدد 35. القصة رقم 74 بنلاقيها في يشوع 22، بعد ما عدى شعب السبطين ونص بقى اللي هم، لو استأذنك معلش نحط الخريطة تاني، السبطين ونص اللي هم عدوا، احنا دلوقتي في القصة اللي هي يشوع 22 مذبح بلا ذبيحة. ايه موضوع مذبح بلا ذبيحة؟ لو تفتكروا في الخريطة نهر الأردن كان غرب أرض الموعد وشرقه السبطين ونص، وعرفنا ان السبطين ونص دول هم اللي اختاروا ورثهم، هم اللي قالوا احنا عاوزين الأرض دي. طبعا الأرض دي كانت بعيدة زي ما احنا شايفين كده هم، بعيدة عن أرض الموعد. أورشليم اللي كان هيتبني الهيكل أو اللي اتنقل لها الخيمة بعد كده كانت في أقصى الناحية عند البحر الأبيض كده، أقصى الغرب، وهم في أقصى الشرق ما قبل نهر الأردن. الخيمة لما حطوها في شيلوه، شيلوه دي في النص اللي هي في سبط إفرايم
اللي هي الجزء الوسطاني ده سبط إفرايم. فالشعب السبطين ونص لما يشوع باركهم وقال لهم ارجعوا بالبركة ورجعوا بقى لأراضيهم واستقروا في أراضيهم، لقوا ان هو صعب عليهم ان هم في بعد بينهم وبين اخواتهم، في بعد بينهم وبين الخيمة. وطبعا دي نتيجة لان هم اللي اختاروا، انت اللي اخترت تبعد لأسباب اقتصادية، لأسباب يعني زي ما انت شفت انت اللي اخترت. فالاختيار البعد يحمل في داخله بعض المخاطر. علشان كده هو الشعب السبتين ونص دول فكروا في فكرة ازاي ربنا يعيش وسطنا واحنا نعيش معه على طول. فرحوا جم في شرق الاردن واقاموا مذبح كبير لربنا. طبعا دي كانت مشكلة كبيرة لان في العهد القديم كان ممنوع اي ذبيحة تقدم خارج الهيكل او خارج الخيمة. ممكن ناس تتجمع يعملوا حاجة اسمها مجمع، الناس مثلا عايشين زي دلوقتي في اي مكان في العالم يعيشوا يتجمعوا مع بعض يصلوا يقروا الكتاب المقدس يقدموا عشورهم يقولوا ترانيم ماشي، لكن ذبيحة لا، الذبيحة ما تتقدمش غير في مكان واحد. وثلاث مرات في السنة كل الناس من الشتات من العالم كله ييجوا الى مكان الخيم. طب والنفس اللي تعمل مذبح تعمل ذبيحة تقطع من الشعب، لان دي بتقطع الوحدانية. عشان كده هو الحقيقة دي كلمة محبة المسيح لو المجد بيقولها، مهما كان ضعف الكنيسة مهما كان اللي فيها الكنيسة دي أمي، ما ينفعش أطلع وأعمل مذبح بره، ما ينفعش أطلع وأقسم، ما ينفعش أطلع وأقسم الكنيسة بدعوة إن أنا محتاج خدمة، لا محتاج خدمة أول كنيسة وأخدمها وأخدم معاها. لكن كان دايما ربنا بيركز مع شعبه على فكرة الوحدانية، شعب واحد، مذبح واحد، مكان واحد، ذبيحة واحدة. حتى احنا نقول في علامات الكنيسة نؤمن بكنيسة واحدة. فلما التسع أصباط ونص عرفوا وسبط لاوي عرفوا ان في مذبح اتقام، قال ده دي مشكلة كبيرة، ده بعد كده هينفصلوا وده يسبب ان ربنا يزعل مننا. فقالوا طب نعمل ايه، هنروح نحارب. وابتدت الاشاعات تخرج بقى نروح نحاربهم ونفنيهم. لكن يورينا هنا مثال ازاي الواحد لما يسمع حاجة بروح الحكمة انه هو يفكر ازاي انه هو يتبين الحقيقة. فعملوا الحقيقة فكرة جميلة، جه فنحاس ابن إليعازر رئيس الكهنة وراح واخد 10 رؤساء من 10 اسباط وراحوا لحد عندهم. وده بالظبط كان اللي قاله ربنا يسوع، ان اخطأ اليك اخوك فاذهب اليه، اذهب اليه. راحوا لهم ايه يا جماعة اللي احنا سمعنا دي، وشافوا فعلا المذبح، ايه ده ليه بنيتوا المذبح، ليه عملتوا كده. فقالوا لهم لما خدوا ودوا معهم مع بعض بقى كده وعملوا حوار، قالوا لهم احنا خايفين يجي الايام لان احنا بعاد، نيجي نرجع نعبد معاكو اولادكو، قالوا لهم انتوا بعاد عننا وانتوا مش معانا في نفس الارض وانتوا مش اخواتنا. فعملنا المذبح ده شاهد عشان نقول لهم لا احنا واحد، واحنا لينا مذبح واحد هناك في شيلو او هناك في الخيمة، وده الشاهد، ده تذكار، لكن ده مش المذبح اللي تقدم فيه الذبيحة، احنا عاملينه كتذكار. فاتبسطوا بهذه الروح الوحدة الجميلة وسموا هذا المذبح عيد، عيد ان هو فعلا احنا كلنا لينا مذبح واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، اله واحد. اخر جزء في سفر يشوع ان يشوع جمع الشعب قبل نياحته، قال لهم يعني ان كان الله هو الله اتبعوه، هتعملوا ايه ولا هتاخدوا نفسكم آلهة غريبة. في يشوع 23 و24 حقيقة كلام في منتهى الجمال قاله لهم. وبعدين قال لهم كده هو في الآية رقم 14 في 24، اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم أباؤكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. إن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب اختاروا لأنفسكم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم أباؤكم في عبر الأردن أو آلهة الأمورين اللي ساكنون في أرضهم، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يقول كده قالوا له لا إحنا نعبد الرب معك. سأكد عليهم الكلام وأقام شاهد عهد عشان يذكرهم ان هم اخذوا قرار ان هم يعبدوا ربنا. ده اللي عمله السيد المسيح في يوم موته، جاب ابنائه واقام معهم عهد جديد، مش بقى مجرد ذكرى لكن حقيقة، ومش مجرد بحجر كبير لكن بنفسه اقام نفسه كحجر وقدم نفسه ذبيحة مقبولة، واقام العهد بيننا وبين الله الاب في الابن بنفسه بدمه. قال عهدا جديدا اقيم معكم، خذوا اشربوا هذا دمي، خذوا كلوا هذا هو جسدي.
وده كان رمز ليشوع وهو بيقيم العهد مع الشعب وبيسلمهم لله وبيتنيح، وده كان رمز للمسيح اللي رجعنا مرة أخرى إلى أورشليم السماوية بموته. يقول كده هو: وكان بعد هذا الكلام أن مات يشوع بن نون عبد الرب ابن 110 سنين، مات هو سنه 110 سنة. السفر اللي بعد كده هو سفر القضاء بقى، وده بيشمل فترة ما بين موت يشوع إلى إقامة المملكة بقى الموحدة. إن ال 12 سبط اللي شفناهم اتعملوا مملكة لما شافوا الأمم حواليهم عاملين ممالك، اختاروا إن هم يكونوا مملكة، وكان أول ملك على هذه المملكة الموحدة زي ما عارفين شاول. ده تقريبا سنة 1000 قبل ميلاد ربنا يسوع. احنا قلنا ارقام تقريبا مجازية 2000 او تقريبية 2000 قبل الميلاد ده ابونا ابراهيم، وخدنا ازاي ربنا اقام مع العهد ومع ابينا اسحاق وابينا يعقوب وقال لهم 400 سنة حسيب فترة لهذه الارض ان الشعوب تتوب وولادكم يعيشوا في مصر وحيزلوهم والشعوب اللي بيزلهم انا اودنها يقول الرب. وصلنا لغاية تقريبا 1500 ولد موسى النبي وخرج شعب اسرائيل رجعوا الى الارض لقوا شرورها ما رجعوش عنهم بل بتتضاعف فشلوهم من الأرض وورثوا هذه الأرض، وربنا قال لهم طول ما انتم ماشيين بالأمانة تعيشوا في الأرض، لعاملتوا لو زي الشعوب دي حتمشوا انتم كمان من هذه الأرض وتلفظكم. فتقريبا موسى النبي عند سنة 1500 لغاية يشوع نقول مثلا 1400-1300 وبعدين داود النبي تقريبا عند سنة 1000 قبل المسيح. فالفترة دي بيسموها فترة القضاء اللي هي سفر القضاء بيشرحها. زي ما شايفين كده هو سفر القضاء بعد موت يشوع إصحاح 1 و2 بيحكي إيه اللي حصل، وبعد كده بقى عصر القضاء من 3 لغاية 16 وحطت القضاء بقى كلهم عثنائيل وأهود وشمجر وبراق وجدعون وأبي مالك ويفتاح ولغاية ما وصل ل شمشون وكل قصص القضاء بقى اللي احنا عارفينها وهناخدها يعني بعض الأجزاء منها كعينات كده توضح لنا القصة في سفر القضاء. الحقيقة عايز أقرأ معاكم جزء في سفر القضاء عشان نقدر نفهم الأمور ماشية إزاي. في سفر القضاء الإصحاح رقم 2 والآية رقم 8: مات يشوع بن نون عبد الرب بن 110 سنين فدفنوه في تخم ملكه في تمنة حارس في جبل أفرايم، وكل ذلك الجيل أيضا انضم إلى أبائه، وقام بعدهم جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل، وفعل بنو إسرائيل الشر في عين الرب وعبدوا البعليم. أدي بقى من هنا جت المشكلة، تركوا الرب إله أبائهم اللي أخرجهم من مصر، حولوا قلوبهم إلى آلهة الشعوب اللي حواليها وسجدوا ليها، تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت، فحمى غضب الرب فدفعهم بأيدي الناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم فلم يقدروا على الوقوف أمام أعدائهم، حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما أقسم لهم فضاق بهم الأمر جدا، وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم. وبيتكلم يقول كده: لقضاتهم أيضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا ليها، حادوا سريعا عن الطريق التي صار بها أبائهم لسمع وصايا الرب ولم يفعلوا هكذا، وحينما أقام الرب قضاة ليهم كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي، لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها، ولم يكفوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية. ده ملخص لسفر القضاء، بيورينا إيه اللي حصل ويورينا قد إيه مراحم ربنا وقد إيه ربنا طيب وقد إيه ربنا عاوز يفرح الإنسان معيش معاه، لكن اختيارات قلب الإنسان هي اللي شريرة، بيختار يبعد عن ربنا. موضوع ان ربنا بيسيبهم مش معناه ان هو ربنا هو اللي عمل فيهم كده، ده اختيارهم، الله بيتركهم لحريتهم. زي ايه؟ زي مثلا لو في اب عنده ابنه مثلا شقي شويه ومصمم يمسك كوبايه سخنه، يا حبيبي هتتلسع، يقول لك نمسك الكوبايه يا حبيبي هتتلسع،
مرة واثنين وثلاثة مش عاوز يطيع. ساعات الأب يسيب نفسه عشان الابن يلمس يتلسع يقوم يعرف ان ابوه كان عنده حق. فدي فكرة سفر القضاء. لكن ربنا من محبته مع هذا لما يصرخوا ويحصدوا نتيجة ما زرعوه ويصرخوا ربنا يكون امين ويبعت القاضي ويخلصهم، ومع هذا يرجعوا تاني قاضي واثنين وثلاثة وعشرة واكتر. وسفر القضاء بيحكي هذا. الحقيقة سفر القضاء مش مترتب ترتيب زمني، وفي بعض الأوقات كان القاضي يكون لأكتر من سبط، ساعات يكون لإسرائيل كلها، ساعات يكون في أكتر من قاضي في نفس الوقت لأكتر من مجموعة أو وهكذا. عشان كده هو سفر القضاء كلمة قاضي مش معناها القاضي الحالي اللي هو الحاكم أو اللي بيعدل، لكن هو معناها المخلص. ودي توري قد إيه ربنا طيب، وإزاي ربنا مرة واثنين وثلاثة وسبعة وعشرة واثناشر وأكتر يترأف ويبعث قضاة. دي معناها أن ربنا أمنته لا حد لها ولا نهاية له. الحقيقة لو ناخد مع بعضنا سفر القضاة الإصحاح الأولاني أول أربع خمس آيات كده سبع آيات كمثال عشان إزاي نقرأ سفر القضاة بشكل مسياني، أو نشوف إزاي المسيح في سفر القضاة بالرغم أن احنا بنشوف حروب ونشوف ناس بيموتوا بعض. اللي عاوز أوضحه مش ربنا اللي بيموت، ربنا ما بيموتش، الإنسان هو اللي بيختار الموت. الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس، الإنسان هو اللي بإيده بيختار الموت. علشان كده هو تعالوا نشوف كده كمثال أول قصة بيحكيها سفر القضاء. بعد موت يشوع بني إسرائيل سألوا الرب من يصعد لمحاربة الكنعانيين. الكنعانيين دول كانوا أخواتهم ولاد حام اللي لعنوا أبونا نوح، إخواتهم بس كانوا صعبين جدا في الشر. فقالوا ربنا يا رب كنعان قصادنا، كنعان ليه ملك وعاوز يحاربنا، مين اللي يطلع يقف قصاده؟ قال لهم سبط يهوذا، وده كان رمز للمسيح اللي خارج من سبط يهوذا. جميل قوي القصه دي. قال الرب يهوذا يصعد. فقال يهوذا لشمعون اخوه اطلع معي في قرعتي لنحارب الكنعانيين، اصعد معك في قرعتك. فذهب شمعون. ليه؟ شمعون كان ضعيف جدا، فيهوذا من محبته لاخوه قال لك لو كل واحد جه دوره يحارب لوحده شمعون ممكن يتغلب، فانا مش هستنى لما هو يتغلب، انا اقول له تعالى معايا وكاني محتاجه دلوقتي. يقوم هو لما يطلع اروح معاه يبقى انا كده سندته من غير ما احرجه. كان مشاعر جميله من سبط يهوذا وسبط الملك سبط المسيح. صعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين فضربوهم في مدينه اسمها بازق 10,000 رجل. ملك كنعان، ملك بازق ده كان اسمه أدوني بازق. أدوني جاي من كلمة أدوناي معناها السيد، وده اسم المسيح أدوناي، وده رمز للشيطان اللي خد نفس شكل المسيح لو المجد أو نفس اسمه، قال كده رئيس هذا العالم. يقول له ربنا يسوع على الجبل يقول له ليه قد دفعت كل هذه الممالك. طبعا المسيح لو المجد يقول عنه رئيس هذا العالم، فأخد اسم أدوناي. كلمة بازق معناها الرعد أو البرق. ودي تفكرنا باللي قاله سيدنا المسيح له المجد لما جم التلاميذ فرحانين قال لهم أنا رأيت، قالوا له رب الشياطين تخضع علينا باسمك، قال لهم أنا رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. فأدوني بازق ده يرمز للشيطان رئيس هذا العالم اللي عامل نفسه سيد، اللي يقول مثل أسد، هو مش أسد بس واخد شكل الأسد كأسد ملتمس من يبتله. أدوني بازق ده رئيس الكنعانيين أو ملك الكنعانيين، ربنا قال إسرائيل يهوذا هو اللي يروح يحارب، فراحوا حاربوا انتصروا عليه، مسكوا أدوني بازق. هرب أدوني بازق فتبعوه ومسكوه وقطعوا أباهم رجليه ويديه. طبعا اللي يقرأ القصة دي يقولك إزاي ده غير مفهوم صعب قوي، لكن يبان هنا. قال أدوني بازق 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي كما فعلت جزاني الله. وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. طلع مين أدوني بازق ده؟ رمز للشيطان. إيه غيته أنه يمسك 70 ملك الملوك والكهنة يقطع أباهم إيديهم فما بقاش لهم سلطان، ما لهمش قدرة على الصلاة وعلى عمل الخير، مقطع أباهم إيديهم وأباهم رجليهم فما عرفوش يقفوا، ما عرفوش يصلوا، ما يعرفوش يمشوا، ما يعرفوش يجروا، ويخليهم يوطوا علشان يأكلوا من تحت مائدته. دي كانت الفكرة أو الخطة بتاعت أدوني بازق. عشان كده هو جه يهوذا وقطع كما فعل به وعلى الصليب، عشان نشوف كده الآية يقول لك إيه.
كما فعلت جازاني الله وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. مات في أورشليم أدوني بازق، ده رمز للمسيح اللي جه وربط أدوني بازق، ربطه وقطع أباهم أيديه وأرجله وربطه في الصليب وأعطى الحرية للملوك اللي كانوا تحت سلطانه. حاجة جميلة، حاجة جميلة. يمشي سفر القضاء بقى إلى أن نصل في قضاء 4 قصة دبورة القاضية. طلع ملك كنعان، ملك تاني اسمه يابين، وابتدى يتعب شعب الله لما هم بعدوا عن ربنا وابتدوا يتعرفوا على الآلهة الغريبة ويعبدوها ويختلطوا بيهم، وربنا قال لهم بلاش تسيبوا حد وسطكم، لكن سابوا أجزاء وسطهم من الشر، وده كانت النتيجة زي ما بنشوف بقى في طول سفر القضاء. ملك كنعان ده بقى يقول كده في عدد رقم 3 في الإصحاح الرابع: صرخ بنو إسرائيل للرب، كان ليه 900 مركبة من حديد وضايق بني إسرائيل 20 سنة. كان في قاضية اسمها دبورة، وهذه القاضية وهي جالسة جالها بنو إسرائيل للقضاء، فبعتت إلى باراق ابن أبي نوعم من سبط نفتالي وقالت له ربنا عاوز يصنع خلاص بإيدك، خلص شعب الله من ملك كنعان الشرير. ودي تورينا قد إيه ربنا طيب، قد إيه ربنا بينظر للشعب يخلصهم، وإن كنا غير أمناء هو يبقى أمين. باراق قال لها لو تطلعي معايا أطلع، لكن لو ما تطلعيش هغلبه زادة معاه 900 مركبة حديد غير الجيوش اللي معاه. فدته سر النجاح، قالت له اطلع لجبل طابور، وجبل طابور ده للدارسين عارفين ان ده الجبل اللي ربنا يسوع المسيح اتجلى عليه، وكان حواليه موسى وإيليا، وقال له كده الاباء الرسل جيد يا رب ان نكون هنا، القديس بطرس من خلال تجلي ابن الله، من خلال تغييره لشكله، من خلال السحابة المنيرة وتجميع السماء مع الارض، الاباء الرسل مع الانبياء، كل هذا المنظر هو سر القوة، سر الغلبة. وعند جبل طابور غلب باراق وغلب الدبورة ملك كنعان يابين، ورئيس جيشه سيسرا اللي كان إنسان شرس جدا، وكان قائد عنيف للغاية، وكان مرعب لكل المنطقة، وأزعجهم الله ونزل أمطار. سر قوتهم المراكب الحديدية مع المطر ومع الرعد اللي حصل، وده كله حصل انها الارض تحولت الى برك من الطين فيبست وعيقوا عن الحركة، فسر قوتهم بقى سر ضعفهم، وهربوا. وسسرة في هروبه التجأ الى واحد من الناس اللي كان عامل معه معاهدة اسمه حابر القيني، ودخل الخيمة بتاعته، وزوجة حابر قتلت سسرة واعطت هذه الخبر الى باراق لما راح علشان انه هو يتعقبوا في هروبه. وغنت دبورة نشيد النصرة في قضاء 5. أما فيما بعد هذا بقى ربنا اختار لمحاربة مديان اللي قاموا على إسرائيل شعب آخر، اختار جدعون، وده لو ربنا بقى ادانا عمر المرة الجاية ناخد قصة جدعون في 77 بقى 78. ربنا اختار جدعون، وكان جدعون من سبط ضعيف وسبط منسة، وعشرته هي الزلة في منسة، عملهاش اسمه، هو الأصغر في بيت أبيه، لكن كان قلبه طيب وقلبه نقي، شاف شعب ربنا صعب عليه، فمرة كده بيتكلم يا رب هنفضل لغاية إمتى؟ فظهر له ملاك الرب قال له تعالى أنت بقى اشتغل، قال له لا أنا معرفش اشتغل أنا ضعيف، قال له لا أنا هشتغل بيك أنت. طلب بعض الحاجات كده تطمنه وربنا أعطاها له، لو ربنا ادانا عمر المرة الجاية نكملها بإذن ربنا. كده نكون أنهينا الجزء رقم 11. لو ربنا ادانا عمر بقى المرة الجاية نخلص سفر القضاء، ناخد بإذن ربنا جدعون ويفتاح وشمشون، وكده يكون خلص سفر القضاء. المرة اللي بعدها لو عشنا نبتدي بقى في عصر المملكة المتحدة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآب وإلى الأبد آمين.